على بركة الله مشاهدينا الكرام، شوطنا الثالث ينطلق هذا الشوط الذي يخصص للجعدان الثنايا المحليات العصاي العارضية ميدان الجبيب. نزر مع مقدمة في هذا الشوط وأنا أخذ المركز الأول والصدارة الأولى لاستفتح الإذاعة لسيطر على مقدمة الشوط البنتلي على المركز الأول. هذه الماركة المميزة العالمية سلطان بن علي بن خصم يكتبي المركز الثاني. يتواجد هياض، هياض يا مهيض المشاعر اللي على المركز الثاني. محمد بن سهيل بن عويضان العامري نعود مع المركز الثاني. شعار مميز غادم الواصل على المركز الثالث. في هذه اللحظة نبراس لمطر بن حمد بن سعيد الاكتبي يقدم لنا نبراس في ثالث المراكز. أيضا متواجد على ثالث المراكز. خلك هناك مركز يا سعد يلي على المركز الثالث. أيضا يقدم لنا نبراس بن حربش المركز الرابع. رابع المراكز ممنوع ولكن هذه الرياضة ليس فيها ممنوع، رياضة مفتوحة للتسلل والانتصار. يا ابو مبارك يا بن حفرة يقدم لنا ممنوع 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 لسيد سالم بن زيد بن عفرة المنصوري، نتمنى لك التوفيق. المركز السادس يتواجد والحاضر فيه ناهل لسيد راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد يقدم ناهل على المركز السادس. هكذا الست المراكز الاولى. نعود الى الصداره والى المقدمه. من قده في الثنايا ماخذ رياده، احسب فعله مع الماده، العالم له نار وقده. يا مرشح في اللقا بده، صاحب الناموس والعده، بطن الترشيح لا ترده، كان تبغي تاخذ وقاده، نايف القعدان من اترك وتوقع زيادة. دايم الشميع على خاطر
كثر ما وصل حده ضيع السرعه وعداده الهوى ضده وهو ضده ما ياثر غير عشداده اللي شعاره من ورا بده مختلط في بياضه سواده صعب ويزيد الركض شده بس مو سلطان في الساده يا مرشح في النقابته صاحب الناموس والعاده بطن الترشيح لا ترده كان تبغي تاخذ وكاده نايف القعدان من قده في الثنايا ماخذ رياده احسب فعوله مع المده مع العالم له نار وقاده خذ ثلاث رموز في عده هاتلك وتوقع زياده دايم الشميع على خده في ظروف الرغم معتاده خد شبه من يزيل يده سرعته وشكله وعناده يا الرهم ما بيح بسده ينتخي وتل قياده المضمر ما وصل حده ضيع السرعه وعداده الهوى صعب ويزيد الركض شده بس مو سلطان في الساده بس مو سلطان في الساده نعود مع معركه الثنايا مع الجعدان مع الحضور مع هياض وايضا والبنتلي ولكن هياض بدأ يهيض المشاعر بدأ يهيض مشاعر المتابعين بأداه الجميل وبحضوره المشرف وبن عويضان اليوم نازل بقوة نازل بقوة قدم لنا أسماء جميلة قدم لنا حضور مميز قدم مزون وقدم شامية وقدم بشاير ويقدم هياض يقدم أسماء جميلة مميزة بالفعل على المركز الأول ها هو ابن عويضان ها هو أبو حمد ها هو راعي الأسماء الكبيرة راعي الرموز المميزة يقدم حضوره يقدم تواجده البنتلي بالخصم 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 اليوم خاصم اليوم خاصم على الكل من أجل الانتصار مع البنتلي مع هذه الشركة مع أيضا هذه الماركة السريعة على المركز الثاني والفخمة اسم جميل وعلامة النصر متواجدة حاضرة مع بالخصم سلطان 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 يا سلطان بن علي بالخصم المركز الثالث ثالث المراكز وصلكم بن حربش وصلكم وصلكم بن حربش وصلكم بدأ يقدم لنا نبراس نبراس على المركز الثالث للسيد مطر بن حمد بن سعيد بن حربش الكتبي المركز خلاص خلنا مع الصدارة مع هيوض أطلقوا العنان أطلقوا له العنان بدأ يروح بدأ يبعد المسافة بدأ ينطلق هياض 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 على المركز الأول هياض على الصدارة راح بن عويضان بسم الله وما شاء الله هاترك 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 نقطة ثالثة بن عويضان اليوم نازل بقوة نازل بقوة يبغي الانتصار يبغي الناموس يبغي الفوز يبغي يحتكر الأشواط الثنايا بهذا الأداء بهذا الحضور مع اسم كبير مع اسم هياض 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 على الصدارة هياض على البداية الأولى على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط بدون أي أوامر بدون أي أوامر كانت الحاضرة بأول الأشواط مزون وحضرت في المهجنات شامية وهذا الشوط مع هياض مع هياض لا منافس بن حربش بدأ يحرك نبراس ولكن شوف الفارق شوف الفارق العصافة الابطان سلام يا بن صقر سلام سلام يا بن صقر سلام سلام يا على هذا الرجال الجميل ليقدمه أيضا هياض في هذا الشوط لا منافس لا شبه منافس لا أوامر لا شبه أوامر العصاب الابطال والكنغ هو كنغ هو كنغ الانتظار سلام ند الشبه سلام
التهاني للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري المركز الثاني. هناك كان الوصول من براس للسيد مطر بن حمد بن حربش الكتبي، والمركز الثالث كان من نصيب البنتلي للسيد سلطان بن علي بن خصم. اذا بقيت المراكز معك يا التوقيت 10 دقائق 4 ثواني. تهانينا والناموس للفايزين.